مشاهدينا برحب بيكم معانا ونعد عليكم بكل الخير والسعادة. كل سنة وانتم طيبين. كل ما بنقرب لعيد الأضحى بنحس بنفحات روحانية عالية جدا، وبنحس إن العيد فعلا ليه شعائر حلوة قوي عندنا. عايزين نقول يا رب ينعد عليكم بخير وعلى الأمة الإسلامية بكل الخير والسعادة، ويا رب دايما بلدنا بلد الأمن والأمان. كل المشاهدين برحب بحضراتكم معانا في الكاميرا بين الناس وفريق عمل يوم الاثنين. نبدأ حلقتنا بأهم أخبارنا، ولكن بعد هذا اول اخبارنا الناس كلها ملاحظه انه في طبعا بنقول خطه للمواصلات بتاعتنا، وفي شبكه طرق على اعلى مستوى وعلى اعلى تقنيه تكنولوجيه، وده كله بيشهد بيه كل المصريين الطرق، الكباري، وجود وسائل جديده للمواصلات. كل ده بيكون في امبارح بالامس شهد امس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح محطه عدلي منصور المركزيه والقطار الكهربائي، وتفقد مكونات المحطه المختلفه التي تمتد على مساحه 15 فدان لتكون اضخم محطه تبادليه في الشرق الاوسط لخدمه نقل الركاب عبر مترو الانفاق والسكك الحديديه والقطار الكهربائي والأتوبيس الترددي السوبر جيت. كما استعرض أيضا السيد الرئيس تفاصيل تشغيل القطار الكهربائي الذي تنطلق مرحلته الأولى من منطقة السلام حتى مدينة الثقافة والفنون في العاصمة الإدارية. كما استقل القطار الكهربائي من محطة عدلي منصور المركزية إلى محطة بدر التي قام بجولة تفقدية فيها، واستعرض بنيتها الإنشائية والخدمات التي تقدم للركاب. قام أيضا السيد الرئيس بجولة تفقدية داخل عربيات قطار تلوجو الأسباني، واستمع لشرح مفصل من وزير النقل المهندس كامل الوزير حول ما تحتويه عربية القطار من إمكانيات تتضمن الإنترنت لاسلكيا وشاشات على ظهر المقاعد لعرض مواد ترفيهية وشاشة عامة، ويضم كل مقعد بها منضدة لتناول الطعام ومقاعد عائلية، وبكل عربة 7 كاميرات. كما استعرض نظم عمل القطار التي يخضع لأحدث النظم التكنولوجية. جزء من هذه الجولة التفصيلية عن الافتتاح بالأمس مع السيد الرئيس. القطار الكهربائي الخفيف 7 وسيلة مواصلات بتنطلق من محطة عدلي منصور، ورابع وسيلة من وسائل النقل الكهربائي. القطار الكهربائي الخفيف فنن بيبدأ من منطقة السلام محطة عدلي منصور إلى شمالا العاشر من رمضان وجنوبا المدينة الرياضية العالمية. طول الخط بالكامل حوالي 103 كيلو في 19 محطة، هيشيل 1 مليون راكب يوميا. المرحله اللي احنا خلصناها يا فندم وبتشرف بافتتاح سيادتك ليها النهارده والبدء في تشغيلها من عدلي منصور الاداريه الجديده وشمالا حتى مدينه العبور الجديده، بطول حوالي 69 70 كيلو فيها 12 محطه. تقريبا يا فندم اشتغل فيها 20 شركة مصرية مع شركات صينية موردة للقطار والأنظمة تصل إلى تقريبا 15 شركة. القطر يا فندم ده احنا الخط هيشتغل عليه في المرحلة اللي احنا فيها 22 قطار، ودول كافيين جدا، واحنا جايبينهم المرحلة الأولى وزودنا عليهم جزء كده المرحلة الثانية عشان نصل إلى مدينة الفنون بال 22 قطار أيضا. كل قطر يا فندم فيه 6 عربيات، السرعة التشغيلية 120 كيلومتر في الساعة، زمن التقاطر ما بين القطر والقطر 2.5 دقيقة. المشروع ده فن بيهدف الى خدمة المدن الجديدة على طول مسار الخط، سواء العبور او الشروق او المستقبل او بدر او العاشر من رمضان او العاصمة الادارية الجديدة. بيربط مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور المركزية اللي ستك مشرفنا فيها دلوقتي، بيربط مع مونوريل شرق النيل في محطة مدينة الفنون والثقافة اللي هنوصلها في النهاية أو اللي القطر هيوصلها في النهاية. الربط مع الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع في محطة العاصمة المركزية بيحقق وفر في الوقود يا فندم بمقدار 1.7 مليار جنيه سنويا. ازاي بيحقق الوفر ده؟
ان هو هياخد من وسائل المواصلات الاخرى المليون راكب دول، هياخد من سيارات الاجره 310 الف راكب يوميا، هياخد من الاتوبيس والميكروباص 330 الف راكب يوميا، هياخد من المركبات الخاصه، وده اللي احنا مستهدفينه فعلا ونغير نمط استهلاكنا ونمط استخدامنا، 360 الف راكب يوميا، دول اجمالي المليون راكب يوميا بتوع القطار الكهربائي الخفيف. المشروع يا فندم في لحد الاخر فيه 19 محطه، ولكن المرحله اللي احنا بنفتتحها النهارده بتشريف سيادتك 12 محطه، بتبدا من المحطه المركزيه التبادليه لعدل منصور اللي سيادتك مشرفنا فيها، ودي فعلا تم تنفيذها بواسطه شركتين مصريتين، المولون العرب واوراسكوم. المحطات الوسطيه 9 محطات في هذه المرحله، يعني منها طبعا في بتروجيت وابناء حسن علام وكونكورد وكل الشركات المصريه اشتغلت فيها، وعلى سبيل المثال هي محطه مدينه المستقبل. في محطه مهمه جدا يا فندم هي محطه بدر، دي محطه تبادليه، تبادليه بين القطرين، القطر اللي نازل في اتجاه العاصمه الاداريه الجديده والقطر طالع في اتجاه العاشر من رمضان، وايضا في تبادل الخدمه بين القطار الكهربائي والقطار الديزل القاهرة السويس في منطقة تانية وهي منطقة بدر، عشان اللي عايز يجي من العاصمة الإدارية الجديدة أو العاشر من رمضان ويروح السويس يقدر يجي بالإل آر تي أو يجي بالقطار الكهربائي، ينزل محطة بدر زي ما سيادتك هتشرفنا وتشوف دلوقتي، يركب من محطة بدر قطر السويس ويطلع في اتجاه مدينة السويس، ودي منفذها شركة كونكورد. المحطة النهائية للمرحلة الأولى اللي احنا فيها النهاردة هي مدينة الفنون والثقافة، المحطة فنن دي جاهزة بنسبة 100%، كل مرافقها كل منشآتها جاهزة للاستقبال، يعني سيادتك إن شاء الله النهاردة بعد ما سيادتك تشرفنا في محطة بدر وننتهي من الزيارة إن شاء الله يا فندم الركاب هيقدروا يركبوا النهاردة من محطة عدلي منصور إلى العاصمة الإدارية الجديدة والعكس إن شاء الله بإذن الله. مجهزين اليوم يا فندم أتوبيسات ترددية، إحنا سيادتك هتشوف دلوقتي في بدر عندنا أتوبيسات اللي هي تعمل أصلا في العاصمة الإدارية الجديدة أتوبيسات بالغاز، عندنا 20 أتوبيس جديد، ولكن النهارده سيادتك هنبدا نشتغل باتوبيسات تردديه اخرى داخل العاصمه الحين افتتاح العاصمه، وان شاء الله باذن الله ندشن خطوط الاتوبيس. اللي يشوف مصر كل يوم وكل لحظه يحس بالتطوير والتحديث، وانه احنا سعداء بده، لانه احنا بقى عندنا شبكه وخريطه طرق زي العالميه بالظبط، لانه السيد الرئيس هدفه انه يجمع القاهره بكل المحافظات، وان اي واحد في اي حته يروح بالمواصلات للمكان مش بعربيته، وده طبعا تفكير علمي وحديث، لانه العالم كله ماشي كده. فالسيد الرئيس حطينا على اول الخريطه اللي شبكه الطرق. احنا معانا اتصال تليفوني للتعليق على ما حدث بالامس مع الدكتور محمد عوف استاذ الطرق بجامعه حلوان واستاذ الطرق الدوليه. الو، اهلا وسهلا دكتور محمد. الو 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 اهلا بيك يا دكتور محمد. اهلا وسهلا. بالامس شهد السيد الرئيس افتتاح طبعا اكتر من طريق لي واكتر من مترو واكتر من شيء للخريطه الجديده للطرق. تعليقك ايه وضعنا يعني في وضع مشابه لكل الدول العالميه في شبكه الطرق الحديثه؟ اتفضل. امس عدل منصور مجمع خطه او محطه تبادليه بتضم مواصلات من ضمنها القطار الكهربائي الخفيف او ما يسمى بي وقطار السكه الحديد اللي بيشتغل بالديزل ان شاء الله على وشك الافتتاح برضه في خلال شهرين ان شاء الله. ايضا عندنا في اتوبيس اسمه الاتوبيس الترددي او بي ار تي، ده اللي هيمشي على محور الطريق الدائري وجاء تنفيذه، وعندنا محطه للسوبر جيت في نفس المنطقه، وعندنا كمان اللي عندنا طبعا القطار اللي بالديزل اللي احنا قلنا عليه، خمس وسائل مواصلات، وعندنا في المكان ده كمان مجمع تجاري، وعندنا باركنج بيشيل عدد كبير جدا جدا من الباصات ومن السيارات الملاكي. ايضا تم افتتاح وبدايه تشغيل خط ال ار تي اللي بيبدا من عند محطه عدل منصور وبينتهي عند العاصمه الاداريه، وبيمر طبعا على مدن العبور والشروق وبدر والعاشر واليوبلس الجديده والمستقبل لغايه ما يوصل للعاصمه الاداريه الجديده عند محطه مدينه الثقافه والعلوم.
بالطريقه دي فندم مش هيبقى حد بعيد عن حد، يعني اي حد في زايد يروح التجمع، وفي التجمع يروح العاشر، ومن العاشر يروح بدر وهكذا، ويروح العاصمه الاداريه. فطبعا يعني بالظبط. لا شبكه الطرق دي هو بنقول انها ما كانتش موجوده، ما كانتش قبل كده، انما ان كون المواطن الحقيقه المصري طبعا يستمتع بده، فطبعا ده شيء طبعا بنقول فكر علمي حديث جدا ومتطور جدا، والناس اللي بتسافر تعرف انه ممكن في اي دوله في العالم تركب مواصلات عادي جدا. احنا بنتكلم الحقيقه على الخط اللي تم افتتاحه امس، ده يعتبر خط سكه حريه بالكهرباء صديق للبيئه، يعني بيشتغل بوقود كهرباء مش ديزل، فبالتالي الانبعاثات بتاعته او تلوث البيئه بالنسبه له بسيط جدا جدا بالمقارنه بخط الديزل، ودي وسيله نقل حضاري سريعه وكمان فعاله، وبتستوعب عدد كبير جدا من الركاب، ونقدر نوصل العاصمه الاداريه في 45 دقيقه فقط، ونقدر ان احنا نربط العاصمه الاداريه بكل مدن الجديده اللي على طريق الاسماعيليه شرق القاهره، احنا قلنا العبور والشروق وكل المدن دي، واصبح كده ايضا عندنا كمان وصله اخرى حتى هتربط مع مدينه العاشر من رمضان، يعني هقدر ان انا ادخل مدينه العاشر وفيها اربع محطات ان شاء الله هيتم انشاؤها. عظيم، اشكرك دكتور محمد عوف استاذ الطرق بجامعه حلوان، شكرا جزيلا، كنت في مداخله تليفونيه معانا من خلال برنامجنا الكاميرا بين الناس. هناخد معاكم فاصل نستكمل كل اخبارنا في الكاميرا بين الناس.